أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاء العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. Soal kedua. Innama zalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ah. Innama zalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ah. فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا. ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله إلا
قبل وأن أكثركم فاسقون. Pakai soal terakhir. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون صدق الله العظيم.